اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض في فيديو النهاردة اسورة الصداقة بطريقة سهلة من غير ما نستخدم ابرة. كل اللي هنجيبه هنجيب خيط ستان اللي هو بتاع الاساور، مش شريط الستان ده خيط اسمه ستان، المتر بيتباع بجنيه. انا هستخدم النهاردة اللون الاسود والاصفر، جايبة من اللون الأسود متر ونص ومن اللون الأصفر متر. اللون اللي هنسيبه في النص هو اللون اللي هنقصه أقل. هسيب الخيط الأصفر في النص، هسيب الخيط الأسمر قصدي في النص عشان ده الخيط الطويل، وهجيبه على بعض بالشكل ده كده، وهجيب دبوس وهثبت بيه الخيطة من فوق. هجيب الخيط الأصفر اللي هو الأقل وهدخله من هنا واطلعه من الناحية، واطلع الفتلتين منه الصفر برضو بالشكل ده كده، وافضل الم. واسيب في الاخر حجم الدايرة اللي انا عايزة اسيبه، يبقى انا هلم لحد ما اوصل للحجم ده. بعد كده هثبتهم بدبابيس. بالشكل ده كده الخيط اللي في النص ده مش هشتغل بيه، مش هحركه من مكانه، هسيبه في النص. انا هشتغل في الطرف الاسود ده والطرف الاسود ده، هثبت كمان بدبوس عشان ما تتحركش. هجيب طرف الخيط الاسود ده كده، هعدي الطرف التاني من عليه كده اللي هو اللي كان هنا، هعديه من فوقيه كده، هنزله من تحت الفتلتين الصفر وهعديه من الحلقة دي. وهشد الخيط بالشكل ده كده، انا اشتغلت من الناحية دي، هشتغل المرة دي من الناحية دي. هجيب الخيط كده وهعدي الخيط التاني من فوقيه بالشكل ده كده، هنزله من تحت الفتلتين دولي، هعديه من الحلقة دي وبرده هشد. طريقتها سهلة وبسيطة، ممكن تستخدمي لون واحد لو انتي حابة. هعدي الخيط من هنا، هجيب الطرف التاني من فوقيه، هعديه من تحت هطلعه من الحلقة السوداء دي واشده بالشكل ده كده. هيكون معايا بالشكل ده كده، هجيب الطرف مرة ببدل بين مرة بجيب الطرف ده ومرة بجيب الطرف ده. انا اشتغلت من الطرف ده المرة اللي فاتت، هشتغل من الطرف ده. هجيب الطرف ده كده، هعدي الخيط من فوقيه، بعد كده انزله من الخيط الثابت اللي انا مثبتاه من تحتيه وهعديه من الحلقة دي. بعد كده هشد بالشكل ده كده. اشتغلت من الطرف ده، هشتغل من الطرف ده المرة دي. هجيب الطرف ده كده، هعدي الطرف التاني من فوقيه، هنزله من تحت الفتلتين الثابتين، هطلعه من تحت الحلقة دي، هسحبه بالشكل ده كده على قدام. هجيب الطرف ده كده، كل مرة ببدل الطرف واجيب الطرف التاني عليه وعديه من تحت الفتلتين دولي
واطلعه من هنا واشده على فوق، هيكون معايا بالشكل ده كده. هجيب الطرف، هشتغل من الطرف ده المرة دي، هجيب الطرف ده كده، هعدي الفتلة دي من فوق الطرف ده وهنزلها من تحت الفتلتين الثابتين وهعديها من الدايرة دي وهشد على فوق وهفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لحجم الاسورة اللي انا عايزاها لايدي، وهرجع لكم تاني اوريكم هنقفل ازاي. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية والمقاس اللي انا عاوزاه. بقى معايا الفتلتين دولي، هحرقها حرق طرفها بالخيط وهلزقها هنا في الظهر، هي برضو عند التانية بس هقص منها شوية عشان هي طويلة. واحرقها بالخيط وهلزقها برضو في الظهر. تكون معايا بالشكل ده من قدام، هفك الدبابيس اللي انا عاملاها فوق، هقص الحلقة دي هعمل العقدة اللي هي عشان تتقفل. تكون معايا الاسورة بالشكل ده كده، ده طرف الخيط القصير، هجيب عليه طرف الخيط الطويل في الاخر كده وهنزله من تحت وهعمل عقدة هضمها في طرف الخيط الاصفر يكون معايا بالشكل ده كده عشان لما اشدها تكون كده ولما افتحها هتكون بالشكل ده كده. دلوقتي هعمل عقدة تحت في الفتلتين السود دولي، هعمل بيهم عقدة وهعمل الفتلتين بالولاعة. هقص من الأصفر شوية برضو وهعمل عقدة هعمل عقدة في آخر الخيط وهعمله برضو بالولاعة من تحت. يبقى تكون معايا الإسورة اهي، لما البسها هشد عليها الخيط تكون معايا بالشكل ده، ومن قدام احنا ربطناها لما تتفتح بالشكل ده ولما نشدها تكون بالشكل ده كده. صورة بسيطة مش بتاخد وقت ومش مكلفة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.